أهلا بكم في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي سنتناول فيها نحو 50 نائبا بمجلس الشعب المنحل يقررون عقد اجتماع بالمجلس غدا للمطالبة بتحديد وضعهم القانوني. وعدد من النواب يقول إن الاجتماع يهدف للتأكيد على بقاء المجلس وعدم مشروعية حله. كما سنتابع في جولتنا أيضا إعلان 17 حركة وحزبا سياسيا عن تشكيل تكتل جديد باسم ائتلاف تطهير القضاء، ويقولون انهم سيعملون على التصدي لبقاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في منصبه. كما سنتابع في الجولة ايضا مؤتمر تدشين حزب الشعب المنبثق عن الجبهة السلفية ومحاولة للتعرف على اهداف الحزب واعضاء هيئته العليا. Thank you.
أهلا بكم. أعلن نحو 50 نائبا بمجلس الشعب المنحل عن عقد اجتماع بمقر المجلس يوم غد الأحد، وقال عدد من النواب الذين سيشاركون في الاجتماع إنهم سيطالبون الجهات المختصة بتحديد وضعهم القانوني، ما إذا كانوا لازالوا نوابا بالمجلس أم نواب سابقين، خاصة وأنه لم تصلهم أي اخطارات تفيد بإنهاء علاقتهم بالمجلس على حد قولهم. هذا ويقول عدد آخر من النواب أن الاجتماع يهدف للتأكيد على تمسك النواب بمشروعية المجلس وسريان قرار رئيس الجمهورية بإعادته للانعقاد. حول هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ محمود ريش، عفوا، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الوفد. أهلا بك أستاذ محمود. وايضا مهندس حاتم عزام، العضو المستقل في المجلس المنحل. اهلا بك مهندس حاتم. ولكن قبل ان نتطرق للحديث عن اجتماع غدا ان شاء الله، نذهب لنتابع جزء من المؤتمر الذي عقده الانبا بولا المتحدث الرسمي باسم لجنه الترشيحات البابويه في الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه لبيان ترتيبات اجراء انتخابات البطريرك الجديد. بيشطب على اللي مش عايزه، والكلام ده وفقا للماده 16 فقرة 3، وهقراها دلوقتي. في المادة 16 فقرة 3 بتقول الآتي: ويكون إبداء الرأي بأن ينتحي الناخب خلف ساتر ويقوم بشطب أسماء المرشحين الذين لا يرغب في اختيارهم، بحيث لا تزيد الأسماء الباقية بدون شطب على 3. ده معناه يقدر ينتخب كم واحد؟ 1 أو 2 أو 3، يشطب على اللي مش عايزه ويستبقي بدون شطب بحد أقصى 3. نقطة أخرى للإعلاميين، لهم كل احترام، لهم كل التسهيلات، فلهم بوابة خاصة للدخول. الإعلاميين هيدخلوا من بوابة 2، لهم وسيلة للدخول. للإعلامي أو لكل إعلامي هيحضر للمشاركة هيبقى معاه تصريح دخول من اللجنة المنظمة يسمح من خلال التصريح ده بدخوله من بوابة 2. نمرة 3، له مكان محدد للمتابعة. الإعلاميين هيبقوا فين؟ هنحدد لهم مكانهم. نمرة 4، بالنسبة للقنوات التلفزيونية تتساوى جميع القنوات في هذا الأمر، وأؤكد وأقول بما في ذلك القنوات المسيحية. هيبقى في عربية للقنوات هي اللي بتصور، والكل بيدخل بتجهيزاته على السيارة اللي موجودة. يبقى بكده الكل يتساوى معا، لا تمييز بين قناة وأخرى. هذا ما يخص الإعلام. اتعودتوا معايا إن أنا في كل مرة أقف لوحدي هنا وما اسمحش لحد يقف جنبي. إنما ملاحظين النهارده في اختلاف موقف المجموعة دي. اسمحوا لي أن أقدم لهم كل شكر، كل تقدير، كل احترام، لأن أي نجاح في الانتخابات القادمة وراء هذه المجموعة، مجموعة الشباب الكشافة. عايز أقول الطاقات موجودة، ولكن يبقى اكتشاف طاقات الشباب وتشغيل هذه الطاقات يخرج عملا ناجحا. وإذا رأيتم في النهاية أن العمل ناجح، فالفضل لممثلي هذه المجموعة. دول مجرد ممثلين ليهم، لأنهم ورا دول في مئات من الشباب إن شاء الله هيشتغل. شكرا جزيلا. نعود يا أحبائي نشوف بقى الشغل هيمشي ازاي. هنا نلاحظ في اللوحة 1 جايين من شارع رمسيس، هتقابلنا بوابة 1
بوابة واحد اللي على شارع رمسيس ده لدخول الناخبين، ولن يسمح لسيارة أخرى لا يوجد بها ناخب بالدخول في هذا اليوم. هنا على اللوحة الورقية متبين بوابة اتنين، دي اللي هيدخل منها كل الإعلاميين. هنا من بوابة واحد دخل الناخب بالعربية أو سيراً على الأقدام، على شماله موجود بانرز أو لوح متعلقة عليها صور وبيانات المرشحين الخمسة. هذه صور وبيانات المرشحين الخمسة، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. إذا نتابع معكم هذا الاجتماع الذي سيعقد غدا بمقر مجلس الشعب المنحل مع كل من ضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ محمود ريش عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الوفد، ومهندس حاتم عزام العضو المستقل في المجلس المنحل. أهلا بكم مرة أخرى. نعترض على موضوع المنحل دي، لأن احنا هو ده موضوع الحلقة. فيعني أستاذنا حضرتك، احنا أنا مش معترفين ان المجلس المفروض يبقى اسمه منحل. انتم مش معترفين ان المجلس يبقى اسمه منحل، وبناء على ذلك سيكون هناك اجتماع غدا. ايه اهم ما سيتم مناقشته؟ ايه الهدف من هذا الاجتماع غدا؟ خليني اقول لحضرتك، بكره ان شاء الله هيبقى في مؤتمر صحفي واعلامي في ساعه الساعه 11 بمشاركه عدد من النواب يمثلون احزاب سياسيه مختلفه، حزب الوفد، حزب النور، حزب المصريين الاحرار، حزب الوسط، مستقلين، شخصيات سياسية عامة من النواب. لأن احنا شايفين حضرتك أكبر مشكلة أن ينتخب أول مرة المصريين 30 مليون واحد مجلس شعب يعبر عن إرادة الشعب فعلا، ويتم التغول على سلطته بقرار محكمة مسياس ويطبق تاني يوم بالشكل اللي المحكمة بتحكم فيه احنا بالشكل معترضين عليه. تاني حاجة، احنا بنتكلم ده بمبدأ وطني، لا يصح مصادرة الإرادة الشعبية للناس بهذا الشكل. مفيش دولة في العالم بتعمل كده، مصر في تاريخها حتى التشريعي لم يتم هذا، ولأسباب أخرى كثيرة، منها أن عدم وجود مؤسسات في البلد النهاردة منتخبة بتسير أعمالها، عدم الاستقرار الاقتصادي، عدم الاستقرار السياسي. حكم المحكمة الدستورية العليا اللي كان مطعون أمامها بالتلت أصدرت حكم بحل المجلس كله، وحكم مسيس. القضية المشهورة تهاني الجبالي متهمة ودلوقتي تحت بيجرى التحقيق معها، وفي بلاغ مقدم من النائب محمد العمدة بتصريحاتها لجريدة نيويورك تايمز انها كانت بتساعد المجلس العسكري حتى يستتب لها الحكم. احنا عارفين ان هذا القرار طلع من المشير طنطاوي ومن المحكمة الدستورية العليا في وقت كان المجلس العسكري بيحاول القضاء فيه على الثورة والسيطرة على مقاليد الامور، اما وان ده مش موجود في المشهد دلوقتي. فمن الواجب احترام إرادة 30 مليون ناخب مصري، لهم كل الحق أن يعبر عنهم نواب انتخبوهم بأسلوب حر ونزيه لمصلحة الوطن. طيب، هذه التفاصيل أغلبها معروف وتم مناقشتها وقت صدور الحكم. ما الجديد أستاذ محمود حتى يكون هناك غدا اجتماع؟ ما الجديد لديكم يعني؟ التفاصيل أنا عندي حضرتك حاجة مثال بسيط جدا. احنا بنحترم أحكام القضاء جدا، وكنا لما صدر والاول خلينا نوضح ان هو صدر. طب هو اذا كنتم تحترمون قرارات القضاء ليه في اجتماع بكره؟ خلينا نكمل. اتفضل. احنا كان في البدايه تماما المفروض ان هو المحكمه الدستوريه هي محكمه دورها بتقر بدستوريه القوانين من عدم، تمام، وليس دورها ان هي تحكم حكم بحل او عدم حل. هي قالت رايها في جزء، واحنا طبقا للقانون اللي احنا بنحترمه تقدمنا بطعن. خلينا ناخد مثلا ان هم في الطعن الاول اللي هو كان بعيد كل البعد عن الراي اللي صدر، لان الطعن في تحويله لما راح لجنه فحص الطعون الى ان ارسل للمحكمه الدستوريه كل والى ان صدر حكم خد وقت 40 يوم تقريبا، كان من 6/5 14/6 صدر الحكم. احنا في 18/6 تقريبا قدمنا طعن. احنا النهارده تقريبا في النص الثاني من شهر 10 القضية بتتأجل، بتتحال، بتروح لدائرة تانية طبقا للقانون، واحنا ماشيين طبقا للقانون. الأحداث الجديدة اللي ظهرت على الساحة وخلتنا نبدأ نتكلم دلوقتي زي ما تفضل الباشمهندس حاتم من شوية،
ظهر عندنا امور ما كناش نعرفها، ما كناش على درايه بيها، زي موضوع المستشاره تامر الجبالي، زي موضوع تصريحات بعض رؤساء الاحزاب ان هم كانوا على علم بان المجلس من المشير نفسه ان المجلس هينحل يوم الخميس، زي تصريحات بعض الساده قضاة المحكمه الدستوريه بان ده هيحصل. ده كله استجد في الوقت اللي احنا اجتماع من فتره في مجلس الشعب. احنا مش بنجتمع علشان نقول للناس احنا بنخالف احكام قضائيه. هو ايه جدول اعمال الاجتماع بكره؟ يعني ايه اهم البنود فيه يا استاذ مهندس؟ هو اذا ما بيشير زميل الاستاذ محمود، خليني اقول لك بس حضرتك حاجه مهمه جدا. حضرتك بتقولي صدر قرار. قرار المحكمه هو قرار محكمه دستوريه، لكن محكمه الموضوع هي المحكمه الاداريه العليا، وما زال الموضوع منظور امام القضاء، فليس هناك قرارا اخيرا محل المجلس. طب انا سالت حضرتك قبل الهوا لو حبينا نقول حاجه على مجلس الشعب غير كلمه منحل، انا رايي هي ايه من وجهه نظرك؟ انا لا بقوله المتعدى عليه، لان خليني اقول لك يعني انا لما اقدم مجلس الشعب اقول مجلس الشعب المتعدى عليه. لا انا لما اقدمه اقول كده. انا لما اقدمه اقول ايه حضرتك؟ يعني انا انصحك تقولي المتنازع بين مين ومين، على بين سلطه قضائيه تحاول ان تتغاوى او احد افراد السلطه القضائيه في وقت من الاوقات عمل ما يضر بسمعه السلطه القضائيه، اما تبقى قضيه في محكمه دستوريه تساعد المجلس العسكري للقضاء على الثورة أو لصدور حكم مسيس، ده دور حقيقة. طب متنازع عليه برضو بين مين ومين؟ في نزاع قضائي عليه، اللي في نزاع قضائي عليه النهاردة على جزء تلت بتاعك. لأن حضرتك أشرت إلى قرار الرئيس. طب إذا كان الرئيس الآن يقول أن السلطة التشريعية معه وسيتعامل معها في أضيق الحدود، إذن ربما يرى البعض أننا نحن أمام خلاص أمر واقع. لا يا فندم، لو شوف هقول لك حاجه، النزاع القضائي على حاجه لا يعني ان المجلس لا يمارس عمله. طالما في نزاع قضائي في محكمه دستوريه حكمت تقدم لها طعن على التلت، حلت المجلس تاني يوم الصبح النواب ما عرفوش يخشوا مجلس الشعب. انا كنت لسه بدي حضرتك قبل الفاصل نموذجين في مصر صدر بامرهم قرار من المحكمه الدستوريه بحل البرلمان، في الاثنين حصل استفتاء على حل البرلمان قبل ما يحل، وقعد سنوات، قعد 4 سنوات. النهاردة ألمانيا من هذا العام كان المحكمة الدستورية العليا هناك كان ليها ملاحظات على قانون الانتخابات، لكن البرلمان بيكمل فترته التشريعية. عدم وجود مؤسسات منتخبة فندم دلوقتي في مصر بعد الثورة زي البرلمان، مفيش أي مستثمرين جادين هيجوا يحطوا أموالهم إلا ما يطمئنوا لعدم لوجود استقرار سياسي بكتاب الدستور بوجود برلمان منتخب. مفيش عدم وجود المؤسسات المنتخبة كمان بيمنع فرصة المراقبة على الحكومة. النهارده قد يتفق مع حضرتك البعض وقد يرى البعض الآخر أيضا أننا الآن نشهد تحالفات سياسية استعدادا للانتخابات الجديدة. شوف حضرتك، احنا موقفنا مبدئي، احنا بنتكلم في احنا في 30 مليون واحد عوقبوا بنزولهم للانتخابات، كويس؟ احنا شايفين المبدأ لازم هو اللي يسود مش الرأي السياسي. طب انا برضو لو تحطيني في اجواء الجدول اعمال الاجتماع بكره، المؤتمر بكره في مؤتمر الاول في ساقية الصاوي الساعه 11 تمام. هنلقي فيه بيان هنقول فيه منطلقاتنا القانونيه والسياسيه للي احنا بنقوله. احنا طالعين ندافع عن حق هذا الشعب وان يكون ليه برلمان يعبر عنه، يراقب الحكومه ويصدر التشريعات اللي البلد مش هتتحرك ومش هتحقق مطالب الثوره الا لو تم. احنا لا ندافع عن اشخاصنا ولا ندافع في نفس الوقت على عوده المجلس لعوده المجلس اي مجلس، فلتجرى انتخابات لو قرر المجلس ذلك او قرر الدستور ذلك، ولكن ما ينفعش طالما من هنا لغايه هذه الفتره اللي قد تكون 4 شهور دلوقتي وقد تكون 6 شهور يبقى في فرق في هذا الفراغ التشريعي، وما يبقاش في جهه رقابيه تراقب اداء الحكومه وتصرفاتها. جدول الاعمال هو البيان اللي هنلقيه. اوصل لحضرتك في جدول الاعمال، لكن دعني اقاطعك واذهب الى الدكتور رجب عبد الكريم استاذ القانون الدستوري بجامعه المنوفيه. دكتور رجب اهلا بك معنا. الو دكتور رجب اهلا بك معنا. اهلا بيك وبالساده الوضيف الكرام والساده المشاهدين. دكتور رجب، لو حبينا حضرتك تحطنا في الموقف القانوني فيما يتعلق بنواب مجلس الشعب الصادر حكما من المحكمه الدستوريه بحله. هو الحقيقه يعني انا كان لي راي سابق يعني اعلنته وقلت في مداخلات كثيره جدا وفي لقاءات أن المحكمة الدستورية العليا طبقا لاختصاصها الحالي قبل التعديل ليس لها الحق في أن تقرر حق حل مجلس الشعب، ولكن في ضوء الأحكام اللي صدرت وفي ضوء الحكم اللي صدر من محكمة الإدارة العليا وفي ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية اللي هو الإعلان الدستوري الأخير الأول الإعلان الدستوري المكمل
ونص فيه على أن يتم انتخابات مجلس الشعب بعد أو خلال 60 يوم من الاستفتاء على الدستور. فأعتقد أن لا حديث اليوم عن وجود مجلس الشعب. وإن كان يعني الأحكام القضائية احنا بنقول دايما أنها عنوان الحقيقة، قد لا تكون عين الحقيقة ولكنها عنوان الحقيقة ويجب احترامها. فبعد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الموضوع وبعد التفسير بتاع الحكم المحكمة الدستورية العليا اللي فسرت المحكمة نفسها، وبعد هذا القرار الأخير الصادر رئيس الجمهورية وهو الحكم بين السلطات، فحتى ولو أننا نرى أن هذه الأمور كلها خاطئة وأن مجلس الشعب المفروض أنها قائمة، ولكننا يجب أن نلتزم بالشرعية وتنفيذ محكمة القضاء واحترام قرار رئيس الجمهورية لحين إلغاء. فحاليا لا قانونا لا يجوز الحديث عن وجود مجلس الشعب. مجلس الشعب أصبح في النهاية يعني طي نسيان، وسيتم إجراء انتخابات بعد الاستفتاء على الدستور. أما الاجتماعات التي معلن عنها فهذه اجتماعات في تقديري يعني أمور سياسية، ولكن مجلس الشعب ليس له وجود قانوني حاليا. طيب هناك اجتماع سيعقد غدا من حوالي 50 نائب مجلس الشعب المنحل، هل يمكن لهذا الاجتماع أن يغير أي شيء في موقف ووضع مجلس الشعب المنحل؟ هو الحقيقة من الناحية القانونية لا يغير، ولكن من الناحية السياسية الأمور يعني تتوقف على يعني هل رئيس الدولة سيقوم بإلغاء قراره أو إعلان الدستوري ويعمل إعلان دستوري يعني يقر إعلان دستوري جديد بعودة الشعب، وعلى أي أساس؟ طب دكتور رجب اسمح لي، أحكام القضاء التي نرفضها. نعم. طب دكتور رجب اسمح لي، مهندس حاتم عزام وهو عضو مستقل في المجلس يود أن يعلق على ما قلته. أنا طبعا بحيي الأستاذ رجب وبشكره جدا على المداخلة. أنا عايز أقول حاجتين. أولا احنا بالعكس، هو اتفق معك في جزء كبير، احنا عايزين نحترم يعني قرار الرئيس اللي طلع بعودة مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتتني اللي بنهنيه على رئاسته لحزب الحرية والعدالة الآن آخر جلسة علق جلسات المجلس. كويس، فده ده من ناحيه الرئيس اخر قرار طلعه هو عوده المجلس. اما ما يشار اليه في الاعلان الدستوري هو قال الرئيس قال واحنا بنحترم ده اجراء انتخابات بعد الدستور. طيب وهذا هذه الفتره حتى يقر الدستور مصر، يعني انت نوعا ما تطالب بان المجلس يبقى يعني موجود حتى الانتهاء من الدستور. انا بس بقول لحضرتك ده قرار الرئيس. الحاجه الثانيه ان هو متنازع ان هو صدر حكم في القضاء. لا، القضايا الاساسيه اللي احنا متقدمين فيها بالطعن في المحكمه الاداريه لم يتم الفصل فيها بعد. اول امبارح او من يومين او اول امبارح صدر قرار باحاله الملف القضيه الى لجنه الطعون الانتخابيه. اما القرار اللي صدر من الاداريه العليا كمان اسبوع، دي قضيه وهميه على اسلوب يعني اداره الصراعات القانونيه، يطلع حد ما نعرفوش يعمل قضيه ويحكم فيها الساعه 5 بعدم وجود الدفاع. لكن القضيه الرئيسيه اللي فيها الطعن احيلت من يومين او ثلاثه ملفها للجنه الطعون الانتخابيه للقرار فيها. فما زال المسار القانوني لم ينتهي، ولذلك احنا بنقول احنا بنحترم هذا المسار القانوني. كما ان رئيس الجمهوريه اصدر قراره بعوده البرلمان الانعقاد وهاجمه الناس وقتها والمعارضون لهذا القرار، وتبع هذا القرار قرار اخر. لا، هو طلع اعلان دستوري ما قالش فيه حل مجلس الشعب، قال فيه اجراء انتخابات بعد الدستور بشهرين، صح؟ وان السلطه التشريعيه ستكون في يده، لان مفيش برلمان. لكن لو رجع البرلمان اللي عمله وانفذ قراره اللي كان طلعه، انا هتوقف بعد الجمله دي، لانه مفيش برلمان، ولو رجع البرلمان اذا مفيش برلمان. لا دلوقتي مفيش جلسات بتعقد. طيب استاذ محمود، دكتور رجب مازال معانا؟ طبعا. طب هو بس انا اصحح التكمله الاستاذ حاتم باشمهندس، هو في قرار حصل انعقاد، حصل تعليق جلسات، بس بالظبط، مش مفيش برلمان، حصل تعليق جلسات من رئيس المجلس. فما زال الامر في اخر مطبقه موجوده في مجلس الشعب، حاجه بلد. حصلت. لا بس بالنسبه، انا عايز اسال الدكتور رجب، هل انت معنا؟ ماشي مع حضرتك يا فندم. دكتور رجب بحيي حضرتك وبشكرك على المداخله. انا بس عندي استفسار بسيط. المهندس انور صبحي درويش اللي هو صاحب الدعوه الاصليه اللي تم فيها النزاع او تم فيها صدور قرار المحكمه الدستوريه، هو نفس الشخص اللي عمل مخاصمه للمحكمه الدستوريه التي اصدرت الحكم حيث انها تجاوزت في الحكم بال
بالإضافة بما أن حضرتك رجل قانون توضح لي أنا كبعيد عن أني عضو مجلس الشعب بتكلمك كمواطن مصري أنا بتظلم من حكم أنا طعنت علشان بديهيا الطعن بتاعي يؤدي لما فيه صالحي وليس لما فيه ضرري ولم أتعرض للتلتين. فالسؤال تحديدا إذا أنا صاحب الشأن نفسه ولقيت ان فيه تجاوز لان حكمت باللي انا ما طردتهوش فانا دلوقتي عامل مخاصمه، المخاصمه دلوقتي تجاوزت الثلاث شهور ولم يبت فيه. ما هو الدكتور رجب اتفق مع حضرتك في هذه النقطه. دكتور رجب لو تود ان تعلق اذا سمحت تفضل. يا بعد اذن حضرتك يعني. هو طبعا انا مع الضيوف الحقيقه انا كنت اتمنى ان المحكمه الدستوريه العليا لا تتعرض لحل المجلس وان المجلس يستمر لحين انتخاب مجلس يعني جديد على الاقل على اساس ان المواطن النهارده في حاجه الى اعضاء مجلس الشعب عشان يعني ينقل لهم مشاكلهم. ولكن من الناحيه القانونيه احكام المحكمه الدستوريه العليا احكام عينيه، يعني ايه عينيه؟ يعني ليست شخصيه، وبالتالي هي المساله انها بتقضي والحكم بتاعها حكم على الجميع والحكم بتاعها نافذ. وبعد كده الحقيقه بعد كده تم يعني طرح الموضوع في منازع التنفيذ قدام نفس المحكمه، والمحكمة قادت باستمرار في تنفيذ الحكم بتاعها. المحكمة الإدارية العليا قادت في أحد أحكامها بتأييد هذا الحل، وحتى ما فيش عندنا حاجة اسمها حكم ده شكلي أو حكم يعني معرفش يعني مسيس وما لا، الكلام طبعا غير مقبول من الناحية القانونية. ولكن نحن وإن كنت أنا مع الضيوف أن أنا كنت أفضل وجود مجلس الشعب، ولكن في ظل الظروف الحالية وبعد صدور قرار من الرئيس يعني في الإعلان الدستوري ونص على أن انتخابات الشعب ستجرى يعني خلال 60 يوم من الاستفتاء على الدستور، فده يعني وهو طبعا خد طيب دكتور رجب إذا كنت يعني فمعنى كده أنه قد يعني مجلس الشعب ليس متواجدا وليس له أي وجود وليس له أي حتى سلطة التشريع اللي هي سلطة مجلس الشعب رئيس الجمهوريه احتفظ بيها. على اي اساس النهارده نقول للشعب يا دكتور رجب يا دكتور رجب ازي حضرتك؟ اهلا فندم. هل يصح يا دكتور رجب ان تكون مستشاره وقضيه في قضيه بحل البرلمان تصرح بغض النظر عن لا يا فندم ما انا اذا انا معترض على قضيه قرار انت تراه مسيس وغيرك يراه قرار لا يا فندم لا يا فندم اذا كنت انا مقدم التماس لهذه المحكمه او مخاصمه. عايز اوضح نقطه بعد اذنك بس قبل ما نخوض في القصه دي ان اذا كنت تقصد المستشاره تهاني الجبالي فالاستاذه تهاني الجبالي لم تكن حاضره في الجلسه لا يا فندم صدر حكم حل بغض النظر عدم حضورها بغض النظر عدم حضورها يا فندم لكن يعني كنائبه نائبه يعني ما اشتركتش في الحكم لا يا فندم مش معنى عدم وجودها في الجلسه ان هي ما اشتركتش في الحكم مش معنى عدم وجودها في الجلسه ان هي ما اشتركتش في الحكم يعني معلش احنا في وبعدين معلش معلش دكتور رجب دعني اسالك هل يمكن للقرار للرئيس ان يسحب قراره؟ لا اعتقد ان المساله دي يعني وارده الدوله بعد صدور هذا يعني الاعلان الدستوري لا يملك ليس هناك ضروره الى وخصوصا احنا دلوقتي الدستور يمكن يتم الاستفتاء عليه خلال شهر. فيعني اعتقد هذه المساله قد حسمت ولكن هذا لا يمنع زي ما قلت من الناحيه السياسيه ان بعض الاعضاء يجتمعوا ولكن ليس بصفتهم اعضاء مجلس الشعب بصفتهم اعضاء سابقين يعني يبقى لهم تواجد في الساحه السياسيه يعملوا وسيله ضغط وما الى ذلك ولكن رئيس الجمهوريه يعيد مجلس الشعب مره اخرى وسيله ضغط في اي اتجاه يعني وسيله ضغط يعني ينتج عنها ماذا؟ وسيله ضغط عشان ايه؟ لا مجرد هي تواجد سياسي مش اكتر من كده يعني لو لهم اي مثلا اعتراضات معينه ملاحظات على الامور الحياه العامه الحياه السياسيه في الدوله يستطيع انهم يعني يعملوا نوع من اللوبي اللي مساله انهم يعني يبدوا رايهم في هذه المسائل. اشكرك شكرا جزيلا دكتور رجب. الشعب باختصاصاته فهذا امر يعني محل نظر. اشكرك شكرا جزيلا دكتور رجب عبد الكريم استاذ القانون الدستوري بجامعه المنوفيه. اشكرك جزيلا الشكر كنت معنا عبر الهاتف. هو اتفق معكم في نقاط كثيره جدا ولكن هو يرى الان انه في وضع قائم يعني. طيب انا بس عايز اوضح صوره مهمه جدا لحضرتك وللمشاهدين. بعيدا عن ان احنا في صراع لان احنا نعود لمجلس الشعب بعيدا تماما ولكن احنا دلوقتي في صراع مع الاحداث اللي حصلت في المحكمه الدستوريه
تسييس الحكم، وبنعني الكلمة أن الحكم كان مسيس بمعطيات إحنا على أساسها قلنا كده. هل ده يفرق أستاذ محمود؟ لا الحكم كان مسيس أو غير مسيس؟ لا تفرق كتير طبعا. من إمتى القضاء بيدخل في السياسة؟ إذا حضرتك شايفه مسيس فغيرك يمكن ما يكون شايفه مسيس. بغض النظر من أنا ما بلغيش رأي غيري ولا بقول إن رأيي هو اللي يمشي، أنا مش بقول رأي ولا بجادل، أنا بقول واقع حصل، في تجاوز حصل. التجاوز ده إحنا قابلين بيه كحكم، ولكن التجاوز ده مين اللي يتحاسب عليه؟ تكلفة اللي حصلت من بلاش التكلفة، القضاء. أنا بعت أكتر من 3 جوابات وهو محل استياء من كل الناس اللي وقفت في طوابير بالساعات علشان يكون أول مجلس منتخب بعد الثورة. حضرتك في مواطن يعني هينزل يشارك في الانتخابات بعد كده؟ يا باشمهندس الناس نزلت في انتخابات الرئاسة برضو. لا يا فندم، تفتكر حضرتك في مجلس رغم إحباطها مما حدث في مجلس الشعب؟ احنا قابلين. أنا شخصيا بتكلم عن نفسي وعن حزبي إن احنا بنستعد للانتخابات وقابلين بحكم المحكمة، بس الأحداث اللي حصلت دي يجب أن يحاسب من أجرى عليها. طيب بالإضافة قبل ما نبدأ في انتخابات جديدة، السادة الأفاضل القائمين على الأمر سواء كانت الرئاسة سواء كانت الحكومة إلى آخره يعرفونا التكلفة بتاعة الانتخابات هتكون قد إيه، هيجيبوها منين، هيصرفوها على مين، ويعرفونا السادة القضاء استلموا قد إيه في الانتخابات اللي فاتت وفي الرئاسة وفي مجلس الشورى. أستاذ محمود، ده هو إيه الهدف من يعني مش الهدف يعني ايه الامل بعد اجتماع بكره؟ يعني ايه عايزين توصلوا لايه؟ ان يسحب الرئيس قراره مثلا؟ لا 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 في بعد ان اعلن عن الاعلان الدستوري يا فندم. الاعلان الدستوري بيقول ان الانتخابات تجرى بعد التقييم. احنا دلوقتي تقديرنا ان الدستوري يصطف عليه كما شهر، وده املنا احنا نفسنا. انا بتمنى على كل انسان مشارك في الجامعه التاسيه، وانا يعني شرفت بتكليف زملائي ليه او انتخاب زملائي ليه. اذا مشي موضوع الدستور في طريقه عادي انما تخيل حضرتك بقى، انا النهارده عندي نقطه محوريه بتكلم فيها. هتعملوا ايه اذا مشي الدستور في طريقه عادي جدا؟ يا فندم لم يحل يوم الثلاثاء الجاي. يا فندم الدستور هيقول ايه هي الاحكام الفتره الانتقاليه. هيحدد احكام الفتره الانتقاليه وانتخابات المؤسسات اللي فيه. فده نقطه تحسمها الدستور. ولكن احنا زي ما بقول لحضرتك، لم يحدث في دوله في العالم ان يتعدى على اراده شعبيه فيها 10 او 100 قاضي. انا احنا فاهمين النقطه دي، بس انا هو متوقف ان هو يعني الدكتور رجب متوقف عند الدكتور رجب بيقول انا موافق على كل هذا الكلام. في النهايه الشرعيه الشرعيه يا فندم هي ان يكون ان تعمل مؤسسات الدوله بكامل وظائفها حتى يتم اقرار دستور جديد، وحتى يتم الفصل النهائي في الطعون. انا بقول لحضرتك احنا المحكمه الدستوريه اللي حكمت في اسابيع، انا بطلب من حضرتك تعويض 100 جنيه، تيجي المحكمه تحكم لك برد 1000 جنيه، انا طلبت 100 جنيه. دي نقطه مفهومه هو يعني ما هو اما انا اقول ان دي نقطه مفهومه وان القرار ده كان خطا معاك فيها ويعترض عليها، المحكمه كانت مسيسه واحنا الناس عارفه كده، يبقى كيف نرضى بهذا الواقع؟ طيب استاذ محمود، هل التحركات دي واجتماع غدا هل بدعم ايضا من حزبكم من الحزب ده؟ لا 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 اطلاقا، لا 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 اطلاقا. احنا انا كنائب بقول رايي، ولكن انت نائب عن حزب الوفد. انا نائب عن حزب الوفد، ولكن ده مش راي حزب الوفد. وحزب الوفد زي ما قلت لحضرتك من شويه وباكدها ان هو بيحترم احكام القضاء، بس احنا بنتكلم دلوقتي زي ما الباشمهندس اتكلم شويه. طب قبل ما نوصل للنقطه دي، امانه مجلس الشعب بتتعامل معاكم ازاي؟ هل بتتعامل معاكم على اساس ان انتوا اعضاء في مجلس الشعب ام اعضاء سابقين في مجلس الشعب؟ لم ياتيها، يعني يمكن الاستاذ محمود كان بيقول لحضرتك قبل الفاصل، لم ياتيها ما يفيد ان مفيش حاجه اسمها مجلس الشعب. احنا طبعا يعني احنا وبالتالي بتتعامل معاكم على انكم اعضاء في مجلس الشعب. لغايه دلوقتي لم ياتيها، ده حسب كلام الاستاذ محمود. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا مش عايز اتعامل كنائب. لا انا بسال عشان الناس تبقى عارفه هو كيف بيتم التعامل معاكم منذ هذه القرارات. ده اللي احنا عايزين نوضحه للناس. احنا بنحكي واقع احنا فيه، في احداث حصلت ما بين المحكمه الدستوريه وهو وقرار رئيس الجمهوريه، تلاها احداث ثانيه ان اتعقدت جلسه وعلقت الجلسات، تلاها وجودنا في مجلس الشعب وذهبنا لمجلس الشعب ما حدش بيمنعنا، ما فيش خطاب رسمي ان انت ما بقتش نائب، ما فيش عن مستند في مجلس يعني الشعب. يعني انتم في محاولات لمعرفه موقفكم ووضعكم القانوني مثلا؟ احنا في ما لا 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 بص حضرتك، احنا لا نبحث عن شيء. لا بص حضرتك لازم تفهمها كده كويس، المشاهدين يبقوا فاهمين كده، احنا دي مش مطلب فئوي ولا عضو برنامج يرجع. احنا بنقول في شرعيه للانتخابات، في شرعيه لاراده شعبيه، الغى هذه الشرعيه حكم مسيس للقضاء. احنا ضد تغول السلطه القضائيه على السلطه التشريعيه مع استقلاليه كل سلطه وحقها في مراقبه السلطه الاخرى. لكن احنا مثلا لما اصدرنا مشروعات قوانين في مجلس على السلطه القضائيه، طلعت السلطه القضائيه قالت لا ازاي تعملوا حاجه زي كده، لا يصح
ان نعرف واقع زي اللي الدكتور قاله النهارده ونسكت عليه بعد الثوره. تمام، اسمح لي، انا مش طرف في الموضوع، لكن انا هنقل لك طرف مش طبعاً. موجود معنا، انتم اعضاء عن مجلس الشعب اليس كذلك؟ نعم. تتحدث عن انه ازاي يحصل كده في مجلس انتخبوا الناس لاول مره وده حقهم ودفع فيه فلوس كتير وكده. طيب اذا كان الشعب نفسه ما نزلش اتظاهر لما الرئيس اصدر الاعلان الدستوري وقال انه السلطه التشريعيه هتكون معاه وسيستخدمها في اضيق الحدود، انا الشخص، انا المواطن اللي وقفت بالساعات عشان انتخب في مجلس الشعب لاول مره في حياتي ليا لصوتي قيمه، ما يعني اكتفيت بالوضع الحالي ومستنيه المجلس الشعبي. عارفه ليه حضرتك؟ لان احنا لم ندعو لهذه التظاهرات، لان احنا اولا لا انت مش المفروض تدعو، المفروض الشعب يتحرك لوحده لو هو عنده مشكله معاه. ده شيء بديهي ان الشعب ما يعملش كده، لان الرئيس ما قالش ان ما فيش مجلس شعب، الرئيس قال ان في انتخابات تشريعيه بعد الدستور الجديد، والرئيس كمان قال ان السلطه التشريعيه معاه وسيستخدمها في اضيق الحدود. المجلس معلق هو خد قرار بعوده المجلس يا فندم، لان المجلس معلق. قامت بعض النخب السياسيه قالت لا، ما ينفعش الرئيس ياخد القرار ده، مع ان هو الحكم بين السلطات. رئيس الجمهوريه الثابت دستوريا وقانونيا وسياسيا انه من حقه، وبالاعلان الدستوري النهارده، الاعلان الدستوري بيقول، على فكره الاعلان الدستوري بيقول النهارده لغايه دلوقتي من حق الرئيس الدعوه الى حل البرلمان. انت تتحدث عن قرارات الرئيس واعلانات الرئيس، ولكن ايضا الرئيس هو نفسه الذي اعلن عن انه سيجرى انتخابات مجلس الشعب. بعد ما اعلن ان يعود مجلس الشعب، وبعض النخب السياسيه اللي هاجمت هذا القرار بدعوى ان في تيار اسلامي في البرلمان. الحقيقه احنا يجب ان نغلب المصلحه الوطنيه، مصلحه الشعب ده. احنا مش ناس بنبحث عن وضعنا القانوني يا فندم، احنا ناس بتقول احنا نزل 30 مليون مصري عشان عندهم مؤسسه اسمها مؤسسه مجلس الشعب. انا بقول لحضرتك الواقع الاقتصادي النهارده في مصر والاستثمار والتنميه الاقتصاديه ومطالب الثوره من العداله الاجتماعيه والتشريعات معطل على اقل 4 أو 5 شهور كمان. هذا ليس من مصلحة هذه البلد، هذا ليس من مصلحة الناخب المصري أو 30 مليون مصري انتخبوا هذه المؤسسة. وإن كان رأى الدستور الجديد في أحكام الفترة الانتقالية أو الإعلان الدستوري إعادة الانتخابات مرة أخرى، فليتم هذا بعد كتابة سؤال أخير. في بكرة 50 من نواب مجلس الشعب فقط؟ نعم، في بكرة 50. ماذا عن الباقي؟ 50 دول بيعبروا عن أحزاب، قلت حضرتك 5 أحزاب ومستقلين. لكن ماذا عن الباقي؟ وسيتم إحنا على بنتواصل مع الآخرين. احنا مهمتنا ان نعلي صوت الحق. نعم. ما يرتضيه ضمائرنا في هذا الرصد. اشكركم شكرا جزيلا واعتذر لضيق الوقت. اشكركم جزيلا. كلمه اخيره سمحوا لي. كلمه اخيره. كلمه اخيره بس، ما انا مش عايز الامر يؤخذ على ان احنا بنجتمع بكره للوقوف امام القضاء او امام احكام. احنا بنجتمع بكره او النوابه تجتمع بكره علشان توضح، هتقول بيان وتوضح موقفهم، مش وتعلي من الإرادة الشعبية. أشكركم شكرا جزيلا الأستاذ محمود ريش عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الوفد، أشكرك جزيل الشكر. ومهندس حاتم عزام العضو المستقل في المجلس المنحل، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا أنتقل بكم إلى خبر آخر، حيث دشنت الجبهة السلفية اليوم من نقابة الصحفيين حزبها الذي أطلقت عليه حزب الشعب، ونتابع معا جانب من المؤتمر الصحفي لتدشين الحزب، ثم نعود للتعرف على أبرز أهداف الحزب ومبادئه وأبرز الشخصيات المشاركة فيه. وطنية قوية بإذن الله السياسية. الجبهة السلفية حقيقة أمتعتنا وشرفتنا بموقفها الثورية وموقفها الإسلامية ووقوفها الدائم في أغلب أو في كل القضايا التي مرت بالنسبة بعد الثورة موقفا مشرفا كنا دائما نفخر به، وكنا دائما نسعد عندما نشهد تلك المواقف التي إن دلت فإنها بالحق وبصدق على مدى التمسك بالهويه، مدى التمسك بالشريعه، مدى التمسك بالشرعيه، مدى التمسك بالثوريه، مدى الالتفاف حول قضايا الامه. حقيقه وان كانت ولدت بعد الثوره، ولكن بحق بعد، فنكرر ونعيد نؤكد على أننا في منتهى السعادة
بمولد حزب الشعب. أنا قلت وأؤكد أن بإذن الله أتوقع أن يكون هذا الحزب إضافة كبيرة وإضافة عظيمة لجملة الأحزاب التي لها مرجعية إسلامية، وسوف تمثل بإذن الله إضافة قوية في الحياة السياسية المصرية. لأن الجبهة السلفية كانت دائما تمتعنا وتشرفنا بمواقفها الإسلامية والوطنية والثورية العظيمة، رغم أحداث نشأة الحزبية، لكن استطاعت بحق أن يكون لها بصمة في الحياة السياسية فيما بعد الثورة. دائما كنا نفخر بمواقفها، دائما كنا على يعني مستمر مع قيادتها المستنيرة المتمسكة بالحق دائما، المدافعة عن الثورة بحق. فعلا الجبهة السلفية منذ النشأة انحازت إلى الثورة بشكل كامل، وكل مواقفها تدلل وتدل وتشير إلى ذلك. كانت لها رؤاها المتميزة، كانت لها مواقفها القوية، كان لقياداتها حضور في الساحة السياسية وفي الساحة الإعلامية. أتوقع بإذن الله لهذا الحزب الجديد، حزب الشعب، أن يكون إضافة قوية وأيضا متميزة، لأنهم بإذن الله وبفضل الله يملكون الرؤية، يملكون القوة، يملكون الخبرة، يملكون البصيرة، يملكون دائما أن يكونوا إضافة قوية للأحزاب الإسلامية التي سبقت حزب الشعب. حقيقة عندما يولد كيان قوي بيبقى هناك نوع من الاستبشار، لأن التعدد مطلوب والتنوع مطلوب، على عكس ما يشاع أو يذاع أن التنوع معناه الانقسام والصراع. أبدا، التعدد في الصراع يقوي الحركة الإسلامية، والتعدد يثري الحياة السياسية. شريطة أن يكون هذا التنوع في إطار كل جامع، وأعتقد أن إخواننا في الجبهة السلفية وإخواننا في حزب الشعب الجديد الوليد يدركون ذلك تماما، وهم ينتهجون منذ النشأة هذا النهج، أن يكون هناك تعدد وإثراء في إطار أن الحركة الإسلامية في مجموعها هي هدف واحد، هدف مشترك، غاية واحدة. إن تعددت في وسائل الإصلاح، ولكن لن تتعدد أبدا في إطار المصلحة العامة، في إطار المصلحة الوطنية، في إطار الوقوف مع الهوية والشرعية. أتمنى بإذن الله كل التوفيق، وأنا كل سعادة وكل أمل وكل يقين أن حزب الشعب إن شاء الله سوف يكون له مستقبل بإذن الله باهر مثمر، يحقق أهداف الأمة ويحقق أهداف الثورة ويحقق أهداف الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي كله. ونحن كلنا في خدمة الجبهة السلفية وفي خدمة حزب الشعب دائما نتواصل ودائما نتعاون ودائما يعني ننسق من أجل عودة الشرعية والهوية والحفاظ على مكتسبات الثورة الشعبية المصرية. بارك الله فيكم.
انا متشكر على المقدمه الممتازه دي، يعني اللي انا يعني ما استحقهاش فعلا. يعني طبعا احنا انا بيشرفني ان انا اكون انا المتحدث الرسمي لرابطه اقباط 38. جديد حزب شعب يكون فيه دم جديد في الحياه السياسيه،